اللي انا عرفته النهارده من عليه ان هو منفض لهم عندنا في مصر، دي معناه ان هو خلاص انا معتبر الجزائر دي مش موجوده خلاص. كان في اتوبيس جنبي كان مليان مغاربه، صورنا مع بعض عند نفق الشهيد احمد حمدي من جمهور الرجاء. كنت عايز اعرف بس هم جايين ايه، سياحه ولا جايين ايه؟ فوجئت لقيتهم لا احنا رايحين معبر رفح. احنا السيسي قدم كلمه وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه عن كلمه وزير خارجيه فرنسا، خلى ناصر بوريطه يتكلم الاول ثم وزير خارجيه فرنسا على طول وراه. انا هذه احسن ما مر عندي في هذا الضيف، هو انك الان انت بسيناء تقول انك كان لك لقاء بمغاربه ويقولون انهم جمهور الرجاء او شيء من هذا القبيل وانهم مستعدين للدخول عبر معبر رفح. اذا نحن في الواقع والمواقع، هذه شهاده والله. كنت طالع عايز اتكلم مع الجزائري ده، كنت عايز اقول له كلمتين اتنين. يعني احنا في مصر في حاله استنفار فظيعه، يعني فعلا انا كنت متخيل ان حتى الجزائر ان هيبعت لهم دعوه النهارده، ما فيش. عجبني بصراحه رئيس السيسي في اداره المؤتمر بتاع النهارده، حتى في كذا موقف بصراحه انا يعني واحنا في الكتيبه طبعا كان المؤتمر كان شغال فكنا شايفينه، بص يعني دقيقه بدقيقه ان هو خلى حماده كيف حاله الاستنفار؟ يعني ممكن تكون حرب يعني مصريه اسرائيليه يعني؟ والله ما بص، هي الايام الجايه هي اللي هتبين، لكن في حاله استنفار. انت الاول مره بتدخل سلاح على الحدود، بتدخل سلاح تقيل، انت ما بتدخلش سلاح عادي، انت دخلت يعني جميع يعني مصر دخلت سلاح، يعني حركت الجيش. الفيديوهات بص 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 الكلام اللي انا بقوله مش غريب، الفيديوهات موجوده على التيك توك. يعني ما شاء الله على فكره في ناس كتير على باب المعبر وصورت الاصطفاف الجيش المصري على المعبر قريب من بينه وبين المعبر، ما فيش كيلومتر يعتبر الاصطفاف بجميع الاسلحه. الناس وكاله الانباء العالميه كلها صورت كل ده. طبعا بص انت عندك اجانب هنا فبيصوروا كل حاجه، ما فيش مكان. شوف اخي حماده، لانني اسمع انا من يدعي الصحافه في الجزائر ويقول انه محترف يسب ويشمت ويعربد على الانظمه ويقول اين الجيوش واين. انا ظننت ان الجيش الجزائري على الحدود في رفح. والله واحنا كمان اقسم بالله احنا افتكرنا اول يوم بعد القصف بتاع اول يوم من اسرائيل، اول ناس ادانت ويعتبر هو البيان بتاع مصر والمغرب والكويت. احنا انتظرنا ايام عشان الجزائر تطلع بيان، انتظرنا مساعدات من الجزائر. احنا بنشوف كتير جدا من شعب الجزائر بيتكلموا في التلفزيون وفي الاعلام بتاعهم وقياداتهم ان هم مع فلسطين صارمه ومظلومه، انك تنتظر شيء ما فيش تبعت مساعده، ما فيش. تتكلم مثلا تقول مثلا الرئيس السيسي لو الحاله الامنيه عندك الدنيا هتخش في حرب هساعدك ولا حاجه، ما فيش حاجه على فكره من طرفهم. ولذلك هو اللي انا عرفته النهارده من عليه ان هو منفض لهم عندنا في مصر، دي معناه ان هو خلاص انا معتبر الجزائر دي مش موجوده خلاص، دي دوله مش موجوده عندنا في الوطن العربي. شكرا، انا مش هقدر ان انا اتكلم معاك كلمه واحده. تمام. بص، جنوب وشمال سيناء في استنفار. حاجة تانية اللي عايز اقولها، انا امبارح وانا كنت امبارح على يعني انا وصلت النهارده الاستدعاء بتاعي. امبارح كان معايا، كنت في اتوبيس، كان في اتوبيس جنبي كان مليان مغاربه، صورنا مع بعض عند نفق الشهيد احمد حمدي. هم دخلوا، كانوا المفروض ان الرحله بتاعتهم سياحيه، كانوا هيطلعوا على جنوب سيناء، لا غيروا الوجهه بتاعتهم. بعد غيرنا الوجهه بتاعتنا عشان نطلع على معبر رفح في الشمال. يعني مغاربه حتى هم كتقول بان مغاربه موجودين كيستعدوا للدخول من جمهور الرجاء. جمهور شفت منهم ناس، اتكلمنا مع بعض. ما انا عايز اقول لك ان المكان اللي انا بركب منه، اللي احنا بنركب منه لسينا شمال او جنوب، في كذا محطه موجوده عندنا في مصر، من ضمنهم محطه في مدينه نصر. المحطه دي اشهر محطه اللي في مدينه نصر، دي كانت مزدحمه باجانب كتير، وشفت منهم ناس شايلين علم المغرب، ورحت اتكلمت معاهم وريت لهم الصفحه بتاعتي ان انا صديق ناس عندكم في المغرب وبتاع. كنت عايز اعرف بس هم جايين ايه، سياحه ولا جايين ايه؟ فوجئت لقيتهم لا احنا رايحين معبر رفح. احنا جايين سياحه بس ده في الورق الرسمي، لكن احنا لا، احنا غيرنا الوجهه بتاعتنا مع شركه الرحلات وطالعين على معبر رفح بس. الله اكبر. هذه احسن ما مر عندي في هذا الضيف، هو انك الان انت بسيناء تقول انك كان لك لقاء بمغاربه
ويقولون أنهم جمهور الرجاء أو شيء من هذا القبيل، وأنهم مستعدين للدخول عبر معبر رفح. إذا نحن في الواقع والمواقع هذه شهادة والله. اخر كلمه عايز اقولها لحضرتك، اخر كلمه عايز اقولها لحضرتك يا جماعه. انا مش هقول ان في، يعني في مصريين كتير من بدو سينا دخلوا ودوا مساعدات على ايديهم. لو انتوا فاكرين الفيديو بتاع المغاربه اللي كانوا الستات المغاربه اللي كانوا شايلين الطوب عشان يبنوا المسجد الله يرحمهم قبل الزلزال، انا شفت نعم الموقف ده بقى دلوقتي. انا شفت الموقف ده عندنا برضو اليومين دول، ما شاء الله الشباب دخلوا شالوه على ظهرهم ومشوا في الصحراء لحد ما وصلوا عدوا الحدود ودخلوا، ما استنوش بقى بوابه تتفتح ولا اي حاجه، دخلوا على رجليهم مشي، ما استنوش عربيه تدخل ولا بتاع عالم، مشي على رجليهم مشي. تمام، انا متاكد ان اكيد ممكن يكون فيهم جنسيات، ممكن يكون فيهم حد، بس انا عارف بدو سينا عندنا عاملين ازاي. بدو سينا عندنا ما شاء الله، الله أخ يكبر عليهم. حمادة، أنا ما أستغرب هو أن معايا إخوة جزائريين أقدرهم كثيرا كالأخ طوطو، وبزاف الإخوان اللي دابا من اللي سمعوك أنت تتكلم يقولون إنه فيلم وأنه مسرحية. يعني هاد الناس هادو حتى في لما يسمعوا حاجة من هذا القبيل لا يباركونها، يعني مسرحية فيلم، لأن سبحان الله لا يستوعب أن معبر رفح ممكن يكون فيه مغربي، ممكن يقدر يكون فيه حتى جزائري، ولكن الأسماء معروفة، وحتى ما لبسته اليوم يعني يبين لهم شيئا ويظهر لهم شيئا من المتداول بيننا. تفضل أخي حمادة، اسمح لي قطعتك. حبيبي ولا يهمك يا قلبي، والله فعلا يعني ده شيء بسيط. انا اللي عاجبني ان هو ما بعتش التابون النهارده في الاجتماع، ده اللي بصراحه يمكن اكتر شيء عاجبني فعلا. يعني لم يأتي أي شيء من ما الجزائر فيش، حتى الآن، ما هو ما ممكن. فيش دعوه بعتت لهم حضرتك، انتوا ما تابعتوش الاجتماع. انت لو تابعت نعم الاجتماع حصل موقف جميل قوي 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 قوي. السيسي قدم كلمه وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه عن كلمه وزير خارجيه فرنسا، خلى ناصر بوريطه يتكلم الاول ثم وزير خارجيه فرنسا على طول وراه. انا كان ممكن، انا عارف ان في مثلا مشاكل بين الدولتين، نعم هبعد الكلمتين. لا، انا قدمت كلمه المغرب عن كلمه فرنسا الاول، خليت وزير المغرب هو اللي يتحدث اولا ثم وزير خارجيه فرنسا هي اللي تتحدث ثانيا. نعم يعني في السيسي ما بيتكلمش يا جماعه، السيسي بيوصل رسائل غريبه شويه، بيعرف يتصرف بطريقه اللي هو ايه، بالسكوت. انا هنزل الشعب، الشعب نزل، في اللي نزل ضده وفي اللي نزل معاه، بس الشعب كله نزل. نزل عشان ايه؟ نزل عشان حاجه واحده، القضيه الفلسطينيه. لا لقيت لافته مكتوب عليها نعم يا سيسي ولا صورته ولا اي حاجه، كل اللي موجود اعلام مصر وفلسطين فقط لا غير في جميع ميادين مصر، وقال للشعب بس انزل. ودي كانت حاجه جميله، احنا بقى لنا كتير قوي ما بتنزلش. بس لما نزلنا، وانا عارف هو كان عاوز ايه، كان عايز يوري العالم شكل الشعب، الشعب المصري. انا عايز اوريكم ال 120 مليون عندي عاملين ازاي. انتوا مش هتقدروا على ال 120 مليون. لو انا قلت لل 120 مليون تعالوا خشوا الجيش وحاربوا معايا، هتشوفوا ال 120 مليون هيعملوا فيكم ايه. ده بخلاف ان انا عندي 20 مليون تاني، هنقول ال 20 مليون هيطلع منهم حد عايز يحارب معانا ولا بتاع، ماشي. لكن انا بتكلم على ال 120 مليون مصري، 120 مليون مصري انتوا هتقدروا عليهم؟ هتقدروا على 100؟ هتقدروا على القاهرة لوحدها 40 مليون؟ هتقدروا على منطقتين ثلاثة من القاهرة؟ ممكن منطقتين ثلاثة من القاهرة تمثل عدد سكان إسرائيل بس، منطقتين فقط، حيين فقط في مصر يمثلوا تعداد دولة كاملة، هتقدروا عليهم؟ أنا عايز أوصل لكم الرسالة دي، ووصل الرسالة فعلا، والرسالة وصلت. ومعبر رفح الاحتجاجات اللي كانت موجودة عليها، ما كنتش متخيل إن يحصل مظاهرات في معبر رفح. أنا واحد من الناس عمري ما كنت متخيل إن يحصل مظاهرات هناك، ولكن مظاهرات تقيله. لو حضرتك شفت المذيعه البريطانيه اللي هي كانت عامله فيديو في اسرائيل ان هي بتجري من فلسطينيين وخايفه وبتاع، بنت مصريه احرجتها قدام وسائل الاعلام في العالم، اديتها زي ما يكون الكتاب، انت كذابه، انت مثلتي، احنا شفنا الفيديو المفبرك، البنت حاولت تهرب منها، المذيعه ما عرفتش. حضرتك شفت برضو، لو انتوا شفتوا وتابعتوا الاعلامي، انا نسيت اسمه، المصري اللي كان بيتكلم في امريكا، باسم يوسف. باسم يوسف، ايوه باسم يوسف، لو شفت انت اكيد شفت حضرتك، او انتوا اكيد سمعتوا على الموضوع، لان بره قلبين الدنيا على باسم يوسف. الجرايد العالميه كلها بره قلب الدنيا على باسم يوسف عشان المداخله دي.
قلبين الدنيا على المداخله دي. ازاي الراجل ده قدر يغلبكم بالطريقه اللي هو غلبكم بيها؟ هو احنا كنا عايزين حد فعلا بجد يكون عايش وصوم، يعرف يتعامل معاهم، يعرف فعلا يتعامل معاهم. باسم يوسف فعلا قدر يتعامل معاهم، قدر يغلبهم. اما سأل، لا انت احرجتنا اكتر، انت لبستنا مصيبه، لبستنا طرح، بمعنى صح تعبير عندنا في مصر كده. باسم يوسف لبسهم طرح في قلب دولتهم، هو قاعد عندهم في امريكا. تمام؟ اللي هم عاملينه كدوله، وبعض الدول التانيه برضو مع الجزائر، انا ده اللي انا مستغرب له. الحنفيه اتقفلت من مصر، كنتوا بتتكلموا على الحنفيه المفتوحه في مصر، اتقفلت. امريكا بتطلب من مصر اجلاء الرعايه، لا لما افتح المعبر. طب هندخل ده مع ده؟ لا ما فيش حاجه اسمها ندخل ده مع ده، ادخل المساعدات الاول ثم اجلي رعاياكم، انما ادخل لك اخرج رعاياكم وبعديها هم يضربوا المعبر ويقول لي ما فيش حد يخش؟ لا ما فيش الكلام ده، ما عنديش انا الكلام ده. المساعدات هتخش اولا ثم بعد كده يخرج الرعايه بتاعته. يبقى لهم كام يوم؟ بقى لهم 5 ايام، 5 ايام بيتحايلوا على السيسي، خرج عيالنا خرج عيالنا. لا عيالكم شغله من عيالنا.